السلام عليكم ورحمة الله، حلقة جديدة وتجربة جديدة من فريق عرب جي تي. اليوم بدي أعرفكم على خالد. خالد موجود بكل شلة أصدقاء، موجود بكل جامعة، بكل مكان عمل، موجود بكل أسرة. يمكن شخص شاب مؤدب محترم حبوب طيوب، لبسه مرتب، كلامه مرتب، شخصيته حلوة جدا. ولكن إذا غاب خالد فترة طويلة ما حدا بتذكره، مع العلم أنه كل المواصفات اللي ذكرتها قبل موجودة بشخصيته. الكل بيحبه، ما حدا عنده مشاكل مع خالد. خالد طيوب حبوب مخترع، بعطي اختراعاته لكل الناس، كلامه جدا لطيف راقي بالتعامل جدا. ولكن مشكلته الوحيدة أنه لو غاب الناس ما بتشتغله، أصحابه ما بتذكروه، زملائه بالعمل ما بتذكروه. خالد، شيلوا كلمة خالد وخلنا نوضع مكانها علامة فولفو التجارية. هاي هيك بتحس علامة فولفو التجارية. الكل العلامة هاي بيحترمها، الكل بيقدرها، الكل بيحترم الاختراعات والأمور اللي قدمته لعالم صناعة السيارات. ولكن عند المبيعات ولما تيجي تفكر بشراء سيارة دائما بتنسى فولفو. شو السبب يا ترى؟ يمكن خالد غاب فترة طويلة عن أسواقنا، ولكن بحب أخبرك شغلة صديقي المشاهد الفخم، إنه خالد غاب فترة ورجع معه شريك قوي، مجموعة جيلي الصينية العملاقة. رجع بكونسبت جديد وتصاميم جديد وسيارات جديدة. تجربتنا اليوم راح تكون لسيارة الفولفو S60 موديل 2019، الجيل الثالث الجديد بالكامل. خلينا نبدأ حلقتنا. خالد هذا هو الشخص اللي كنت أكلمكم عنه. شركة فولفو للسيارات بإطلاقها الجديد لسيارة S60. طبعا S60 هذا الجيل الثالث، انطلق الجيل الثاني أعتقد من 2010 استمر ل 2018. S60 الجديدة مشابهة جدا للS90، ما اختلفت إشي من ناحية الهوية التصميمية. جماعة فولفو بخطواتهم الماشين فيها بطريقة ما عم بلحقوا الألمان من ناحية التصميم، اللي هو نفس التصميم نفس الهوية التصميمية ولكن أحجام سمول ميديوم لارج. وعم بتلاحظوا أن السيارة هي أصغر حجمها من S90 سبق واختبرناها يا جماعة، موجودة عندنا بالقناة، فيكم تشوفوها على الرابط في الأعلى. أبرز الأشياء الجميلة بالفولفو الواجهة الأمامية. أنا بصراحة جدا معجب بالواجهة الأمامية تاعتهم، خصوصا الإضاءة. الإضاءة هاي الثور لايتس جميلة جدا، مميز جدا، وجماعة فولفو عارفين كيف يصمموا سياراتهم خصوصا من الواجهة الأمامية. الغطاء غيروا طبعا، أكيد مغير النحتات الموجود على الغطاء. عم بتلاحظوا أنه في حواف حادة صارت بالتصميم حتى من الجنب. واحدة من الشغلات الجميلة بالتصميم تبع السيارة، في عندنا حرف موجود على جنب السيارة من هون من الجناح، مستمر للإضاءة الخلفية لآخر شيء بالسيارة. هذا الجيل الجديد عم بيكون أطول من ناحية قاعة العجلات ب 11 ملي. السيارة توفر من مقاسات جنوط من حجم 17 ل 20 إنش. أنا السيارة اللي معاي مقاس الجنوط اللي عليها 19 إنش. من الجنب لما تستمر ترجع شوي لورا بتلاحظ إنه المراية عم بتكون راجعة للخلف زيادة، حبتين زيادة بصراحة. يعني أغلب شركات سيارات تحطها هون. السيارة بتيجي بنص بانوراما، ما في بانوراما كاملة. الإضاءة الخلفية عم بتكون السي تايب، حرف السي، تماما مشابهة لسيارة S90. بتلاحظوا طبعا شعار T6 R Design All Wheel Drive، كثير طبعا كودات وفولفو معقدين المواضيع. شعار فولفو بالوسط، وايضا مساحة صندوق. بصراحة ما عندي بالضبط كم مساحة صندوق، ولكن حسب اقوال فولفو هو الاكبر بين كل المنافسات الموجودين. رح نتكلم على المنافسين باذن الله لما نطلع على الطرقات. وزي ما انتم شايفين هون، هذه سيارة المصنع من ساوث كارولاينا، لانه هاي السيارة تصنع بالكامل في امريكا، ما بتتصنع بالسويد. سيارة S60 رح توصل على كل الاسواق العالمية، أوروبا، أمريكا، منطقتنا، من مصنعهم الجديد بالكامل اللي استثمروا فيه ملايين مملينة بولاية ساوث كارولاينا بأمريكا. بالنسبة لسيارة الفولفو S60 بجيلها الجديد بالكامل، رح تتوفر بأربع خيارات مختلفة من الوكلاء تبعوا منطقتنا. الخيارين اللي بالبداية رح يكونوا هو طراز الفولفو S60 T4 أو طرازات الفولفو S60 T5. هدول الخيارين من المواصفات تحت المحرك عم بتكون دفع أمامي للعجلات، وبتكون المواصفات داخل المقصورة والأوبشنز الموجودة على السيارة أقلنا عما من سيارة S60 T6 T8، رح نتكلم عنهم كمان شوي. في إصدارات رح تنزل من S60 فقط للسوق الصيني، رح تتصنع السيارة فقط للسوق الصيني لتخدم السوق الصيني، ما رح توصل لمنطقتنا.
مقصورة فولفو S60 من الداخل. زي ما انتم ملاحظين المساحة الداخلية بصراحة ممتازة جدا، رحبة جدا. انا المقعد مضبطه اني انا سائق المركبة، زي ما تلاحظوا المسافة عند الاقدام عند الركب حتى مسافة الرأس تعتبر جدا مميزة. المقاعد تصميمها كمان جدا مميز، الخلطة بالمواد المستعملة بين جلود وبين قماش مع خطوط بالتصميم تبعها مميز جدا، عم تعطيها هيك تميز عن باقي السيارات السيدان اللي بالفئة من السيارات. طبعا عندك تكييف بالخلف مع تاتش سكرين موجودة، بتتحكم بقوة التكييف ودرجة الحرارة مع تدفئة للمقاعد، أعتقد بالمنطقة عندنا لازم تجيبوها تبريد، مع أماكن للشحن موجودة بالخلف، كمان مسند وسطي أكيد مع حاملات أكواب، وهي مساحة تخزين كمان موجودة هون ممكن تحط فيها الجوال تبعك والأمور هاي. وفي عندك باب بإمكانك توصل فيه للصندوق الخلفي في حالة أنك أنت بدك أي أمتعة من وراء أو أي شيء. انطلقنا على الطرقات مع خالد، قصدي مع سيارة الفولفو S60. فولفو S60 من أول ما تركب فيها المقصورة الأمامية طبعاً أكيد لاحظت إنه تغيرت السيارة. لاحظوا السيت بيلت يا حبيبي، شوف اللون الأصفر، هاي معناها إشي تاني. السيارة اللي عم بختبرها على الطرقات غير اللي صورت لكم إياها بالشكل الخارجي، هذا نسخة البولستار. شو يعني بولستار؟ بولستار هي شركة التعديل المنفصلة، كانت تابعة لفولفو، مجموعة جيلي قررت إنه تفصلها فصل كامل، صارت انتيتي لوحدها. كيف جماعة مرسيدس أطلقوا إيدين جماعة AMG لوحدهم، فصارت شركة منفصلة تماما، هي بتقوم بتعديل وتطوير وتحسين أداء سيارات فولفو بشكل عام. طبعا سبق وتكلمنا عنهم في فيديو طويل لإلي بالS60 بالجيل الماضي، تكلمت عن تاريخ علامة بولستار. اللي حاب يتعرف أكثر عن تاريخ بولستار ما عليه غير يضغط الرابط بالأعلى بعد ما يخلص مشاهدة هذا الفيديو، أو موجود بالوصف، بس ما تضيع الفيديوهات، هذا أهم. بالنسبة للبولستار، شو أبرز التعديلات اللي على السيارة؟ السيارة اللي معاي هي نسخة T8، نظام التعليق عم بيكون أقصى من T6، لأنه تحكي بالنهاية تعديل بولستار، بولستار اللي هو القسم ذات الأداء الرياضي. البريك كاليبرز عم بيكونوا غير، يكون بريمبو بلون أصفر، بعطيها تميز شوي، وبتكون السيارة منخفضة 10 ملي زيادة عن نسخة T6. T8 عم بتيجي نفس الماكينة، 4 سلندر 2000 سي سي، توين يعني سوبر تشارج وتيربو تشارج مع بعض. طبعا تقنيات الفولفو احنا سبق وشرحناها اكثر مره، انه دائما سيارات الفولفو بالماكينات تبعتها متفوقه جدا عن ابرز المنافسين تبعونها بتقنيات المحرك. فعم تيجي السياره الار بي ام عند انطلاقه السياره بالبدايه بتكون دائما السوبر تشارج هو شغال، هو شايل وزن السياره وهو اللي معطيها الاندفاع والانطلاقه. اول ما يطلع الار بي ام عن 3000 دوره بالدقيقه فورا بتدخل زميله التيربو تشارج وبدخل على الخط وبعطيك التسارع الجبار اللي على كيف كيفك. سيارة التي 8 اللي هي النسخة الأقوى ما عم تتوفر فقط بمحرك بترول، عم تتوفر بماكينتين، ماكينة كهربائية موجودة بالخلف. طبعا السيارة هي بلاجن هايبريد، مش هايبريد، بلاجن هايبريد يعني بإمكانك تشحنها. الشحن بسيط جدا من خلال القابس الكهربائي، شرحناه بأكثر من حلقة، بتشبكها في عندك يونت بتيجي بالمنزل تبعك ببيتك، وعندك شاحن موجود بالصندوق الخلفي بإمكانك تشبكه على أي محطة وتشحن السيارة تاعتك. السيارة للحظة هاي بتمشيك بحد أقصى بالدورة الكهربائية تاعتها تقريبا 44-43 كيلو، هذا بحد أقصى. البولستار هذا الطراز الموجود زي ما خبرتكم انه هو بتوفر على السيارات الرياضيه، استغربت بصراحه من شركه فولفو اطلاق هذا الباج على سياره بلاجن هايبريد صديقه للبيئه، ما فهمت بالضبط الربط بين الباجين تبع بولستار وبين سياره بلاجن هايبريد. يعني هي عمليه بدايه تحضيريه للسيارات الكهربائيه اللي فولفو اعلنت عنها رسميا انه من سنه 2020 راح تبدا باطلاق سياراتها الكهربائيه رسميا بكل الطرازات وبكل الموديلات، واعتقد والله اعلم راح يبدوا بسياره XC90، سياره الاس يو في الكبيره الاكبر عندهم، هي راح تكون اول سياره كهربائيه والله اعلم، يعني هذا انا توقعات من مصعب، انه هي راح تكون اول نسخه كهربائيه بالكامل من الصانع السويدي العريق فولفو. سياره بتولد 653 نيوتن متر من التورك، تخيلوا حجم التورك الجبار على ماكينة 4 سلندر 2000 سي سي. طبعا موزع التورك هذا بين 413 تصدر من ماكينة البترول و 240 تقريبا تصدر من الماكينة الكهربائية. السيارة بتولد قوة حصانية مقدار 415 حصان. تسارع السيارة بصراحة ما فولفو ما أعطونا أرقام مؤكدة 100%، ولكن تقديراتي أن السيارة بتتسارع بخمس ثواني
4.9 ثانية بالضبط من 0 إلى 100. طبعا جير السيارة الموجود هو من 8 نساب الجير المتعارف عليه من جماعة فولفو، هو تطويرهم مش جير زد اف، تطويرهم الذاتي، موجود على اغلب سياراتهم، على الاكس سي 90 والاكس سي 60، كل سيارات فولفو احنا جربناها من قبل، فموجود الحلقات عندنا بالقناة. طرازات التي 8 للاسف ما راح تتوفر في اسواق منطقتنا على الفولفو اس 60 في الفترة القادمة، راح تتوفر في البداية على طرازات الفولفو اس 90 خلال العام القادم، ولكن اعتقد بعد سنة ونص او سنتين زي ما خبرونا جماعة فولفو راح يتم اطلاق طرازات التي 8 على الاس 60. طبعا النسخة اللي معي انا اليوم بولستار ار ديزاين. سيارة الاس 60 بتتوفر بثلاث نسخ رئيسية، انترسبشن، مومنتوم، وار ديزاين. ار ديزاين بتقدر تحكي الشكل الرياضي، الانترسبشن بتحكي بفئة الفخام، المومنتوم الفئة العملية. فهدول الثلاث فئات بالنسبة للوكلاء عندنا بالمنطقة اغلبهم رح يجيبوا فئة الار ديزاين اللي هي بتيجي وسطية. فئة الفخامة بتتغير نوع الجلود، بتغير تصميم المقاعد من الداخل، في صورة رح نطلع لكم اياها لتصميم المقاعد، جميلة جدا، مقاعد مخلوطة بين الجلود وبين نوع معين من القماش مع الاخشاب الموجودة بكل مكان بالسيارة، جدا 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 جميلة، فخامة، تصميم اسكندنافي سويدي راقي جدا. هاي اعتقد الوكلاء ما رح يجيبوها بحكم السعر، سعرها يكون مرتفع، وانت عارفين فولفو بتحاول ترجع على الأسواق، بتحاول تنافس. على موضوع رجعة فولفو الأسواق، بإذن الله السوق السعودي قريبة جدا، في وكيل راح يتم الإطلاق الرسمي مرة ثانية للسيارة بالسعودية في صالة عرض أولى وثانية وثالثة على المخطط، ماشي خلال سنتين قادمات بإذن الله. في مراكز صيانة راح يصير لفولفو، فأعتقد والله أعلم أنه هلأ السيارة بصير الواحد لما يفكر يقتني سيارة الفولفو بتصير الموضوع بالنسبة له أأمن بطريقة ما، خصوصا مع وجود وكيل، والوكيل قوي يا جماعة. بالنسبة لوضعيات القيادة الموجودة على سيارة التي 8، نسخة الاس 60 تي 8 الموجودة معي لليوم القوية البلاجن هايبرد، في عندي 4 وضعيات مختلفة. الوضعية الأولى اللي هو كونستنت اول ويل درايف، هاي دفع رباعي كامل بتضل السيارة ماشي عليه طول الوقت اول ويل درايف، هذه في حالة انك ما بدك توفر لا بترول ولا بدك توفر من بطارية السيارة. النظام الثاني هو البيور اللي هو الايكو درايف، اللي هو بتضعف السيارة شوي، بتوفر من استهلاك البطارية، ومهم توفر استهلاك البطارية ليه؟ لانه رح اخبركم كمان شوي. الوضعية الثالثة هي وضعية الهايبرد، طبعا تكبس عليه فورا بغير، ما يعني مش عارف السيستم هذا كيف معمول. هذه الهايبرد وضعية انك انت كمان اقتصادية. الاخيرة وضعية الباور، بتعرفوا كيف في كلام، خلينا نحول على وضعية الباور. باور هذا نظام قيادي رياضي. انا اول ما حول وضعية الباور السيارة بتغير الثروت ريسبونس تبعها، عجلة القيادة بتصير اقصى، الثبات تبعها على المنعطفات. الـ 60 المهندسين اثبتوا جدارتهم انهم بامكانهم يصنعوا سيارة ادائها جيد جدا على الطرقات المتعرجة والملتوية، وهذا الاشي اللي مركزين عليه كثير بالجيل الثالث الجديد بالكامل. فنظام التعليق موجود ويش بون بالامام، موجود مالتي لينك بالخلف، صارت اغلب السيارات بالفئة هاي نفس النظام التعليق هذا. من الانظمة الجديدة كمان موجود الكنترول درايف، هذا النظام كامل متكيف مع نظام التعليق تبع السيارة. بالنسبة لتوزيع الوزن لسيارة الفولفو اس 60 عم بيكون 54% على المحور الامامي، 46% على المحور الخلفي، وعم بتكون بطاريات الليثيوم ايون موجودة في قاعدة اسفل السيارة عشان تعطيك توزيع الوزن افضل، عشان تعطيك هاندلنج افضل على المنعطفات واللفات. بالنسبة لقاعة العجلات الموجودة على سيارة الاس 60، هي قاعة العجلات الشهيرة من فولفو الاس بي اي اختصارها. القاعدة هاي موجودة على الاكس سي 60، استعملوها على الاكس سي 90، هي عبارة عن تصميم هندسي بلاتفورم بامكانهم يكبروه ويصغروه، زي مجموعه فوكس فاجن وزي مرسيدس، زي اغلب صناع السيارات العمالقه، فالجماعه اشتغلوا عليه مضبوط. فهذا قاعه العجلات بكبروها وبصغروها حسب السياره، سواء كانت سيدان او سياره اس يو في اكس 60 او اكس سي 90، فهي نفس قاعه العجلات المستعمله. من الاشياء الجميله جدا بفولفو الامان، اول ما تذكر شركه فولفو فورا تتذكر الامان على الطرقات، وهذا هو شعارها الدائم، وهذا اكثر شيء مشهوره فيه شركه فولفو. اللي بخاف على حاله وعلى اولاده بيشتري دائما سياره فولفو، بيحكي لك هي الافضل من ناحيه الامان، ودائما عند الخمس نجوم، ودائما مكسر الدنيا ومكسر كل السيارات الثانيه من ناحيه الامان. شغله بحترم فيها مهندسين فولفو وشركه فولفو بقوه، انه كل الباترنز، كل الاختراعات تبعون وسائل الامان، شركه فولفو بتعطيها لكل صناع السيارات من غير فلوس، من غير ثمن، من غير اي رعاية، من غير اي كوبيرايتس، بتحكي لك انه اهم شيء الامان. طبعا عندهم فيجن 2020، نظره للمستقبليه، انه اي سياره فولفو ما يصير اي اصطدامات مميته لا قدر الله بسياراتهم، عم بيطمحوا الجماعه على الموضوع هذا، وعم بيشتغلوا عليه انه كل سيارات فولفو، اي انسان يمتلك سياره فولفو، ما تصير حوادث وفيات نهائيا باخطاء من سائق المركبه او اخطاء من السياره نفسها. انظمه الامان حدث عنها ولا حرج، عندك نظام النقطه العمياء، نظام لين كيبنج اسيستنت، نظام ادابتيف كروز كنترول، حقيقة
حقيقي ذات جودة عالية جدا وذات فعالية وحساسات ممتازين جدا، يعني بمستوى الألمان. هلا في شركات تانية عملوا أدابتيف كروز كنترول وعملوا اللين لوك واللين كيبينج أسيست، بس بتكون جودة الحساسات ما عم بتكون بالجودة اللي فولفو مستعملاها. الجماعة ما وفروا نهائيا، ما بخسوا على سيارة الـ S60 نهائيا بموضوع أنظمة الأمان. بالنسبة لنظام الانفوتيمنت، نظام الترفيه الموجود، فولفو مصرين الجماعة على الشاشة الموجودة في الوسط، الشاشة الطولية الموجودين عم بتشاهدوها أمامكم. الشاشة هاي بصراحة يعني بطريقة ما أنا تعودت على الشاشات اللي بتيجي من الألمان تكون موجودة مثلا بالأعلى، حسيتها بتكون أريح للنظر، أسهل للنظر، هيك حسيت أنا، هذا رأيي الشخصي. الشاشة النظام الترفيه الموجود مطور محدث، حدثوا بعض المشاكل اللي واجهوها والصعوبات اللي حصلوها من الزباين اللي اشتروا XC60 والXC90. في كان ملاحظات عندهم على سرعة الشاشة، على بعض طريقة العرض، طوروها وحسنوها. أغلب الإعدادات والكبسات موجودة داخل الشاشة. دائما هاي واحدة من الأشياء اللي أنا بحسها سلبية بالسيارات، خصوصا مع التقنية العالية جدا الموجودة بسيارة مثل السيارة هاي اللي احنا نختبرها لليوم. في حالة لا قدر الله تعطلت الشاشة، انت حتى المكيف ما بتقدر تشعله وما بتقدر تغير الحرارة فيه، فكل اشي مربوط ربط كامل بهالشاشة الوسطية. فكنت بفضل مثلا لو عملوا ازرار زي ما عاملين ازرار للقنوات والراديو الموجودين بالاسفل، لو عملوا كمان اقلها اضعف الايمان لنظام التكييف ازرار بالاسفل، بتكون ابسط ما يكون كل اشي موجود بالشاشة. طبعا عملية تشغيل السيارة عم بتكون الجوهرة هاي الموجودة، الزر المقبض اللي بتلفه لليمين بتشغل السيارة، جميل جدا. شوفوا الجير نوب الموجود راقي جدا، طبعا حجمه مناسب كريستالي جميل جدا. شغلات من خلال قيادة السيارة ما حبيتها، أول شيء الكاب هولدرز الموجودين حاملات الأكواب بالأمام نوعا ما ما فيهم عمق، فلاحظت الموضوع هذا غريب. ما في وايرلس تشارجر، في كتير تقنيات بالسيارة بس ما في وايرلس تشارجر. فتحة اليو اس بي طبعا موجودين، وفتحة الشحن والأمور هاي موجودة أكيد. أنا شخصيا كمان المقاعد حسيتهم كتير رياضيين كسيارة عائلية، بوكيت سيتس شكلهم جميل جدا وتصميمهم جدا جميل، ولكن حسيت يعني ممكن ما بعرف، حسيت انه على مسافات طويلة ممكن يكونوا بيقلموا للظهر شوي. فلسيارة عائلية زي هيك يمكن تختار مقاعد من مومنتوم، من طرازات المومنتوم تيجي المقاعد مختلفة. طبعا هاي البوكيت سيتس المقاعد عم تتوفر على نسخ البولستر. مفتاح سيارة الفولفو، شوفوا هالمفتاح الانيق، طبعا فتح غلق وفتح الصندوق والبانيك الارم هذا عشان اضطيات السيارة بالباركينج مش عارف وينه. ميزة حلوة جدا بالمفتاح، شايفين لونه اسود صح؟ لأنه فرش السيارة لونه أسود. إذا السيارة الفرش تبعها بيكون بيج بصير لونه بيج، إذا كان بني بصير لونه بني، إذا كان أخضر ما حد بطلب سيارة انتيري أخضر، ولكن المفتاح بيعملوا لك إياه أخضر. فشغلة حلوة أنيقة. طبعا في نسخة إصدار رح ينزل السنة القادمة ممكن، بولستر بالكامل، مش بولستر يعني هذه الإصدار عليه باج بولستر، في إصدار رح ينزل بولستر بالكامل، يكون كل السيارة الرياضية بحتة معدلة، فبتيجي عليها نظام التعليق المتطور، أعتقد اسمه أولانز، أعتقد هيك اسمه بالسويدي، هذا نظام تعليق متكيف أنت بتغيره مانيول بإيدك زي سيارات السباق. فهذا رح ينزل على نسخة ثانية تكون سيارة بوكيت سيت وسيارة سباقات، وبتكون صوتها مرتفع مش زي السيارة اللي معاي. سيارة بصراحة ما إلها صوت نهائيا، سواء نسخة التي 6 أو نسخة التي 8 الصوت جدا منخفض. تصرفها جيد وكل شيء جيد، بس ما في العوامل الرياضية، يعني الجماعة مركزين أنه هاي سيارة عائلية، سيارة أسرة، هدوء داخل المقصورة، هاي الأمور مركزين عليها. بطراز البولستر الكامل راح ينزل السنة القادمة، أعتقد هناك راح ينجنوا السويديين ويطلعوا الإبداعات الرياضية. بالنسبة لسيارة الفولفو والمنافسات، لما نحكي عن المنافسين هذه الفئة من السيارات أنا بسميها المطحنة. أنا تكلمت عنها لما كنت أجرب سيارة الأودي A6. سيارة مين بتنافس؟ طبعا هي ما بتنافس الـ A6، هي أصغر منهم، بتنافس أودي A4، بتنافس مرسيدس C-Class، بتنافس كمان أكيد سيارة الـ BMW الفئة الثالثة. الفئة الثالثة قريبا جدا راح أختبر الجيل الجديد بالكامل منها بإذن الله. بتنافس الكاديلاك ATS، بتنافس الانفينيتي QX50، بتنافس الليكزس IS، بتنافس كمان مين يا مصعب، بتنافس اكيد الجاغوار XE. ففئه مطحنه يا جماعه. في الجينيسيس كمان G70 راحت عن بالي، كمان الجينيسيس G70 بتنافس بهاي الفئه من السيارات. الفولفو عندها حرب مع كل هدول اللي سمعتوهم. هاي الفئه من السيارات بالسعر اللي بتدفعه، اللي مسيطرين على الفئه هاي بالكامل بمنطقتنا سيارتين او ثلاث سيارات، يعني بتقدر الاودي A4 مع انه مش هي الاكثر مبيعا،
الفئة الثالثة من بي ام دبليو والمرسيدس سي كلاس هم الأكثر شعبية والأكثر مبيعا بمنطقتنا وحتى حول العالم. يعني الثري سيريز مكسر الدنيا، ما في مقارنة بكل كل الأسماء والعلامات التجارية، مع كل الاحترام لهم من ناحية المنافسة. قيادة السيارة الفولفو عم بتركز ميالة أكثر للبي ام دبليو، فقيادة السيارة ممتعة بصراحة، ثباتها، الديناميكية تبعتها، المواصفات الموجودة جيدة، ترقى يعني بتوصل لمطارح الألمان افضل من غيرها. من ناحيه التصميم الخارجي في اجمل اكيد من ناحيه التصميم، او المساله ذوقيه، في اجمل من الفولفو اس 60 من ناحيه التصاميم. وسائل الامان فولفو من اعلاهم وافضلهم من وسائل الامان. جوده القياده ومتعه القياده والهويه التصميميه الجميله المميزه فولفو إلها كمان حظوة فيها مميزة. الألمان عم بيكون في كتير تشابهات بين الثلاثي الA4 والC كلاس والC سيريز من ناحية المواصفات الداخلية والخارجية ومن ناحية التنوع بالمحركات. فولفو عم تعطي تنوع بالمحركات، عم بتقدم بلاجن هايبرد عم نختبرها لليوم، عم بتقدم ماكينة متطورة سوبر تشارج تيربو، عم بتقدم جير بوكس متكيف ممتاز جدا، عم بتقدم وسائل أمان، وعم بتقدم تصميم عصري، وهلا عم بتقدم لك وكالات تفتح في منطقتنا لتقدم لك العروض وتقدم لك امور السيرفيس والافتر سيل سيرفيس والامور هاي. فاعتقد بلشت فولفو في منطقتنا. انا بحكي طبعا فولفو بالعالم مبيعاتها ممتازه يا جماعه، عشان ما حد يفهمني غلط، اللي بيحضر الحلقه هاي جمهورنا الحبيب بامريكا باوروبا، انتم عارفين سيارات فولفو منتشره بكل مكان الا ممكن في منطقتنا العربيه، وانا بتكلم على الخليج وعلى بلاد الشام نوعا ما، اللي هي نوعا ما انتشارها ما عم بيكون بالصوره اللي بتتمناها. باقي الدول العربية ما بعرف، يعني ممكن تخبروني بخانة التعليقات تحت في الأسفل، تخبروني كل واحد يحكي لي اسم الدولة تاعته إذا بيشوف سيارات فولفو ولا لا، شو أكثر طراز فولفو بتشوفوه بمدنكم وبدولكم. انتهت تجربتي لسيارة الفولفو S60 موديل 2019 الجيل الجديد بالكامل. راح تظهر امامكم سعر سيارة الفولفو S60 في الدولار الامريكي وبالريال السعودي وبالدرهم الاماراتي، طبعا السعر مقارب جدا للمنافسات الموجودين في المنطقة. بالنسبة للفولفو، واحدة من الميزات اللي عندهم للجماعة عندهم هوية خاصة، زي ما خبرتكم بالبداية، شخصية الانسان المحترم، شخصية الانسان اللي الكل بيحبه بس احيانا بنسوه. فولفو هلا زي ما كنا نتكلم انه هلا بالوكالات الجديده بمراكز الصيانه الجديده عم تستثمر بالمنطقه، عم بتحاول تضع لحالها موطئ قدم مجددا في المنطقه. الشركه الام زي ما كانوا يخبرونا امبارح بالليل، بصراحه كنا جالسين مع المهندسين والمسؤولين عن الشركه، فكانوا يخبرونا انه هلا في توجه للاستثمار، في توجه لاخذ بعين الاعتبار أسواقنا. طبعا هذا في حالة إذا الجماعة صدقا استثمروا واهتموا بأسواقنا ممكن هذا ينعكس عليهم بارتفاع مبيعات، بس بالوضع الحالي المنافسة جدا شديدة، ما فيك تبيع سيارات وانت بس من برا، بعيد عن الساحة، بعيد عن الوكالات وبعيد عن مراكز الصيانة. أتمنى لشركة فولفو كل التوفيق بخطواتها المستقبلية الجاي. قريبا جدا في كتير أخبار من السعودية، في ثلاث صالات عرض زي ما كانوا خبرونا مع ثلاث مراكز صيانة، حتى في بعدة دول عربية أيضا في توسع بالاستثمار تبع فولفو وتبع الوكلاء تبعونا في المنطقة. أتمنى تكون التجربة عجبتكم، ما تنسونا الاشتراك، همتكم معانا نوصل ل 2 مليون مشترك في قناة عرب جي تي. شكرا لكم، شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم.